انا عشت 100 يوم في عالم هاردكور ماينكرافت الاصدار 1.21 كمتشرد، يعني ما عنديش بيت، ولان الحاجات الحلوه بتاخد وقت فقررت اني هقضي الايام اللي جايه مش هبني بيت اعيش فيه، ولكن هبني قلعه، وفوق القلعه دي هرفع عليها علم فلسطين. يا ريت دعوه من قلبكم لاخواتنا في غزه، وتابعوا معايا الفيديو للاخر واعملوا لايك عشان يوصل لعدد اكبر باذن الله. ففي البدايه هخلص على كل الخشب، محتاج خشب كتير قوي اصلا. انا كده كده ناوي ان انا هكسر اصلا بيوت الكرويين دول كلهم واعمل لهم بيوت افخم بكتير من دي. فالمرحله الاولى لاي بناء ان احنا بنجمع بلوكات، لسه عايزين خشب كتير جدا. انا شفت بلوكات سبروس اهو، تمام سبروس اهو، بنحاول نسرع اللقطات دي برضه عشان ما تزهقوش. ايوه كنت هعمل هنا ما كنتش واخد بالي. انا وقت البناء عايزين نعمل بس الارضيه كده نظبطها. اظن المكان ده هيكون مناسب للبناء. اتوقع ان المكان ده هيكون مناسب جدا بحيث ان القلعه تكون في مقدمه المدينه اللي انا ناوي اعملها في المستقبل ان شاء الله. فعايزين نساوي الارضيه دي في البدايه. هنبني هنا خلاص، تاك تاك تاك، وقت الازاله الجائره للارض. تمام كده. في الليله دي انا ما كنتش عايز انام لان انا محتاج الاقي فانتومز عشان محتاج اصلح اللايتشر بتاعتي. ده لسه صحيح، لسه الزجاج كمان هجمع كتير واقعد اصهر فيهم. اوه الفانتومز، احنا لسه بنقول في سيرتهم. ده اول فانتوم ممبرين اهي، ضربات ما بتجيش كويس. حلو كده ممتاز. طبعا دي قلعه مش زي اي بيت عادي، فلازم الارضيه بتاعتها هتكون كبيره قوي. فانا بدات البناء باني احدد الارضيه وهخليها كلها من خشب السبروس لان انا عارف ان انتوا كلكم بتحبوه. اول ارضيه خلصت. الفكره بقى ان انا عامل لنفسي تحدي ان كل البنات اللي هنبنيها في العالم ده هتكون من بلوكات الجديده الطف زائد النحاس، فالتجميع اكيد مش هيكون سهل. حرفيا نهارنا ابيض، عايزين نجمع بلوكات طف كتير قوي عشان نبني الحيط بتاع الارضيه دي. دي بقى هتبقى ارضيه على هذا النمط. مش عايزين برضو نخلي القلعه مستطيله قوي، فهعمل نفس الغرفه دي على الناحيه اليمين برضو. ممكن العمدان اخليها بالتشيزلد والباقي بولش طف. انا خلاص فكرت وقررت، فكرت وقررت انه قراري. اتمنى ان لا اندم عليه. انا بقيت بتكلم عربيه فصحى ليه؟ 1 2 3 4 5 6 15 16 ليتس جو. 1 2 3 4 5 6 15 16 ليتس جو. شكلها وحش ولا ايه؟ لا شكلها حلو على فكره، شكلها جميل. هعمل باقي العمدان ونستغل الليل في ان احنا نجمع بلوكات طف. طيب هيا بنا يا رجال، معايا طف كتير جدا. كل ده بقى اللي في النص هيبقى كله بولش طف. اوه حان الوقت اني ابني ده هنا. ياه يا رب نلحق نكملها للاخر يا رب. البلوكات هتخلص خلاص. ليه كده؟ لا لسه في الحمد لله. عايزين شكر فاضي كده عشان هنملاه كله بلوكات طف. خلصنا تجميع، هروح بس اجيب البلوكات وبخلصنا تجميع ونطلع من هنا نكمل بناء القلعة اللعينة الجميلة. يا عم انا زهقت من الخفاش ده. بس اسكت. مبقاش في اصلا مكان للبلوكات الطف خلاص. مبقاش في مكان في الشالكر بوكس عامة. هو كده عشان يبقى ايه الصورة احسن. كده الشالكر كامل من بلوكات الطف. بيتي. عدنا. ليتس جو بقى، عايزين نعمل دي من التشيزلد شويه، تشيزل تاف. هو احنا عاملين دي تشيزل تاف ولا تشيزل تاف بريك؟ تعال نشوف عشان عايزين نعمل نفس البلوكه. تشيزل تاف بريك. اظن بقى بعد ما جمعنا الشالكر كامل من التوب بلوكس المفروض ان دي تكون كفايه ان احنا نكمل بيها القلعه، اتمنى يعني. تعالوا نشوف مع بعض. ويلا بقى نبني بسرعه كده. ما نفعتش معايا، ما نفعتش. يا نهار ابيض. انا كنت متخيل ان البلوكات هتكفي، واضح ان هي مش هتكفي يا جماعه. نهارنا فل. يعني الجانب المشرق في الموضوع برضو ان احنا قربنا نخلص الهيكل الخارجي للقلعه من بلوكات الطف. نوع البلوكات اصلا يحسسك ان احنا نعمل حاجه غريبه جدا ومختلف عن اي حاجه اتعملت قبل كده. احنا كده كام بلوك؟ 1 2 3 4 5 6. فبعد ما خلصنا الحيطان المفروض بقى ان احنا نهتم شويه بالديتيلز او التفاصيل بتاعه القلعه دي. تعالي كده. حلوه دي كانت فين؟ احطها هنا مش مشكله. وطبعا لان المبنى اللي بنعمله ده كبير فالتفاصيل بتاعته هتكون اكبر بكتير، هحاول ان انا اوضحها لكم في الفيديو ده.
زي ما قلت لكم القلعه هتبقى متنوعه ما بين بلوكات الطف وكمان بلوكات النحاس، ففكرت ان مدخل القلعه من فوق يكون ارضيه نحاس، وده شيء بصراحه انا كنت متردد جدا ان اعمله. وفعلا بمجرد لما عملت الارضيه انا حسيت ان هي شكلها جديد وحلو يعني، ولكن الاستخدام بلوكات النحاس في البنايات هيخليني اضطر الى ان انا اعمل فارم عسل النحل، المفروض يعني هيبقى في الفيديوهات اللي جايه. يا ريت لو شفت الفيديو لحد هنا عرفني رايك في التعليقات، قولوا لي اذا كانت الارضيه دي حلوه ولا لا. دي زي اللي هناك فاهمين، دي زي دي، اللي في النص بقى ممكن نخليها اي حاجه تانية. لو ما عجبتناش بعد كده ممكن نبقى نغيرها لاي حاجه تانية. بصراحه انا استخدمت بلوكات الاوك مش السبروس هنا، لان انا ما كانش معايا سبروس، ولكن انا حاسس ان هي الاختلاف ده يخليها مميزه عن بقيه الغرف. احنا ممكن نستبدلهم يعني واحده سبروس واحده اوك، بس هتبقى وحشه الصراحه. وبعدين قررت ان انا ابني الدور الثالث برضو من خشب الاوك. 8 بلوكات في كل ناحيه، 7 8 7 8 7 8. الصعوبة هنا ان انا كنت محتاج املى كل الفراغات اللي ما بين العمدان بخشب الاوك لوج، يعني حرفيا قطعت كمية شجر مهولة لاني لسه ما بدأتش عمل فرمات. كل ده حملاه بخشب الاوك واقشره بالعكس. نهارنا ابيض. بس كده. بس كده. 3 4 5 6 7 8 وانزل. واطلع. 3 4 5 6 7 8. ايه ده؟ كده 8 ولا كام؟ مش عارف. تعالوا نعد تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 مظبوط كده. الموضوع كان متعب جدا لان انا مش كرييتيف، انا كمان هارد كور، فكان تجميع البلوكات بياخد وقت طويل جدا، وعشان ما ازهقش كنت بضيف الديتيلز او التفاصيل بتاعه القلعه في الوقت اللي انا بضيف فيه بلوكات الخشب. ماشي، هي عايزين برضو نعمل نفس الكلام هنا صح؟ اوكي كفايه كده، كفايه كده طف، كفايه كده طف بلوكس، كفايه. نخرج منين بقى؟ واو كويس ان انا ما خرجتش من الناحيه الثانيه. ايه يا عم الكريبر، انت اللي جابك هنا انت كمان. ومن هنا ادركت ان انا اصلا نسيت اشمع القلعه دي بالكامل من جوه، فكانت اتملت مبات حرفيا. ماشي، حط بقى تورتشز برضو احتياطي. واضح يا جماعه ان البلوكات مش كفايه. والله بكره انا البنات اللي بتحتاج بلوكات كتير دي، بس انتوا اللي اخترتوا على فكره، انتوا اللي اخترتوا ان انا اعمل قلعه، انتوا اللي عايزين تعذبوني معاكم. عموما انا اتوقع يعني لو عملت التكستشر كده يعني اعتقد ده خلى شكل الحيط افضل، وكمان وفر علينا شويه بلوكات رهيبه بجد. دي المفروض تبقى ستير، دي المفروض تبقى سلاب. هعمل حزام على كل السور المحاوط بالقلعه عن طريق التنويع ما بين الستيرز والسلاب. ستير سلاب ستير سلاب ستير. استنى يا عم. سلاب ستير سلاب ستير سلاب ستير سلاب ستير سلاب. بس كده. منين بقى؟ بدأت هنا. تمام، من اول هنا. ادي نحط دي جنب دي بدل القرف ده. فعلي كده مظبوط يعني. غمضوا عينيكوا وافتحوا عينيكوا بقى، تعالوا نشوف وصلنا لايه دلوقتي. بجد شكل خرافي لحد دلوقتي. واو واو واو. ولسه كمان ما كملتش، باقي بس نعمل شبابيك وبلكونه وبرج، وكمان نخلص الروف، وده هيحتاج كتير قوي بلوكات سبروس. كملوا معايا. عايز بس سبروس سابلينج وهمشي من هنا عشان انا هزرع سبروس كتير. هو ليه ما بينزلش سابلينج يا جماعه؟ شكل كده هغوص. اهو اهو اهو، شايفك شايفك شايفك. سابلينج هناك اهي 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 اهو. ماشي خلاص، دلوقتي بقى عايزين نكمل البناء. ان شاء الله نبتدي بالزجاج. انا معايا الزجاج هنا اصلا. طيب، وعايز اعمل ايه؟ اعمل الشبابيك الاول. هالي معايا كل يعني معايا كل اللي اسمه ايه، هو اسمه ايه، كل الشبابيك، كل الزجاج. للاسف ما معيش سلك تاتش دلوقتي فكسر وخلاص. عايزين برضو هنا دي الشبابيك. دي كده الشبابيك. تمام، دي كلها هتبقى نافذه كبيره خالص كده طايلها اصلا. تالي 1 2 3 وادي 1 2 3. كلبة عم شحاتة يبقى هنا على طول. حلوة أظن يعني، حلوة. نطلع بقى مسافة بلوكتين فوق كل ستير. 1 2 أو 3 بلوكات أظن، 3 بلوكات. 1 2 3. إيه مش هتكفي ولا إيه؟ طيب دلوقتي بقى عايزين كمان
وولز من النوع ده، ممكن من التوف وول او ممكن من البوليش توف وول. بصراحة البوليش عجبتني، ده اول روف يتعمل لحد دلوقتي، ما عملش اي روف خالص لحد دلوقتي. وبكده يبقى ده شكل برج المراقبة بتاعنا جنب القلعة مباشرة، وعملنا له سلم خطير جدا هتشوفه كمان شوية. بس الاول عايز اشكر المنتسبين للقناة يوسف جي ار، احمد عياد وحركات، لان بجد ده دعم مادي لي انا شخصيا وبيساعدنا نجيب بامبرز اليونس ابني. فشكرا لكل واحد بينتسب للقناة او بيقدم اي دعم باي شكل من الاشكال للمحتوى اللي انا بقدمه. اوكي يلا بينا هنجيب بالاول خشب. احنا محتاجين خشب اوك كتير جدا في الحلقة دي. الدور الارضي من القلعة عملته كله من خشب السبروس، ولقيت الفيلجر اللي احنا عارفين ان هو مش مفيد في اي حاجة في حياته ده، بس انا برضو هعرف ان انا استفاد منه كويس. تفتكروا في ايه؟ اكتبوا تخمينكم في التعليقات. الغرفة دي لازم 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 تتشمع. ودي بقى الغرفة اللي فيها السلم الكبير اللي بيطلعني لسطح البرج ده. هل البلوكات دي لازم تتغير؟ قررت اني هستخدم البلوكات الجديدة من النحاس في عمل البيبان والتراب دورز. حابب اعرف رأيكم برضو. هل برضو دي كمان لازم تتغير؟ اوه خسرت الباب. بس اكتشفت مؤخرا ان الباب الجديد من النحاس الزومبي يقدر يكسره لو انت في مود الهارد كور. يعني انا كنت متوقع ان هو يكون قوي زي الباب الحديد مثلا. انا حاسس برضو البوليش ده هيبقى احسن من الطف، وعايز اغير كل الطف اللي انا حط البريكس قصدي اللي انا حطيتها بحطها بوليشت مكانها. هو عامه بصراحه دواخل القلعه انا مش مهتم بيها خالص دلوقتي. ابعتوا لي افكاركم على الديسكورد. وقضيت الليل كله ما كانش جاي لي نوم الا لما اخلص اي روف في القلعه، وبدات بالشكل ده. ولما عجبني الشكل المبدئي قررت ان انا اعمل زيه على الناحيه التانية. كده مظبوطه اهي، ظبطت اخيرا. طيب هنوصل بقى الاتنين دول ببعض، وبعد كده نملاهم في النص ببلوكات النحاس. على نفس النمط كده هنطلع ببلوكات النحاس. ولاني كنت محتاج بلوكات نحاس كتير قوي، فبصراحه الشات افادني جدا اثناء اللايف ده، واقترح عليا فكره اني اروح للترايل تشامبر، غرف المحاكمه اللي استكشفناها في اول فيديو، لان هي فيها كل النحاس اللي انا محتاجه. فبصراحه الفكره كانت ممتازه، بدل ما لسه اروح كهف واجيب نحاس خام وبعدين احطه جوه الفرن عشان اصهره واحوله لمعدن نحاس، وبعدين احول كل 9 معدن نحاس الى بلوكة نحاس كامله، في حين ان الترايل تشامبر مليانه بلوكات نحاس. لهوي هو ايه اللي بيحصل للميه؟ ايه اللي بيحصل للميه؟ هو ايه اللي في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ استهدوا بالله. ازاي اصلا تأثير الاومنس ده لسه شغال؟ ازاي؟ تأثير الاومنس لسه شغال، ولكن الاسبونرات دي مش هتتفعل دلوقتي، فهنجيب بلوكات نحاس بسرعة ونهرب من هنا. نطلع منين بقى؟ اعتقد انها من فوق هنا. بصراحة هيبقى فيها خطورة ان نطلع بالإلايترا، بس يلا بينا. يختار لا قلت لكم فيها خطوره. وبكده بقى معانا بلوكات نحاس كتير، وكمان وانا راجع لقيت شجره السبروس كبرت وهتدينا كل خشب السبروس اللي انا محتاجه عشان اخلص الروف. ودي تقريبا هتبقى اول قلعه تشوفوها في حياتكم معموله من بلوكات النحاس. اوف خلصنا من الروف ده. ده كان اخر روف عندنا في القلعة دي. باقي اهم حاجة في الموضوع كله هو ان احنا نرفع علم فلسطين نخليه رفرف على القلعة دي. وبعد ما عملنا التصويت في البث المباشر اختاروا ان احنا نعمل العلم يكون موجه لخارج القلعة فوق البرج ده. 2 3 4 5 6 7 8 9 مش هتنفع. 2 3 4 5 6 7 حلو جدا. خلصنا النص الاولاني. اوكي النص التاني بقى ان انا اجيب لون اسود. نقدر نحول كل دول، خلينا كده كبداية بس. 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 لسه هحتاج بلوكات سودا كمان. هتبقى المشكلة في ان احنا نلاقي صبار بقى عشان اللون الاخضر. اقرب صحرا مني كانت بعد 3000 بلوك. اوف اخيرا اخيرا ارمي بقى ده. انا ولا زارع ولا منيل، انا هجيب كل الاخضر اللي هنا في العالم ده وامشي. هبقى نزرع هناك بقى عند البيت. ممكن نحط ده بقى. ليتس جو. اوه
جميل، عايز اخليه يبقى مموج، بس لسه هنشوف هنعمل الموضوع ده ازاي. عايزينه يرفرف بالسما كده ان شاء الله. واو واو بجد، استخدام البلوكات الجديده من الطف مع بلوكات النحاس خلى القلعه ليها شكل تاني خالص. يعني بصراحه انا شخصيا اقيمها 10 من 10. ولسه طبعا الديكور الداخلي للقلعه هاخد الافكار منكم انتوا، فاتاكدوا ان انتوا تدخلوا سيرفر الديسكورد وتبعتوا لي الافكار بتاعتكم، هتلاقوا الرابط في الوصف. كمان عايز اقول لكم ان احنا كل حاجه عملناها في الفيديو ده احنا عملناها في بثوث مباشره في سلسله هاردكور ماينكرافت 1.21، هتلاقوا قائمه التشغيل الخاصه بيها موجوده على القناه. اتمنى لو تتابعوني لايف، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو انتوا جداد هنا، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.